اليوم بات من الضروري العمل على إبراز إشعاع التراث غير المادي الذي تتوفر عليه الدول والخروج بتدابير للحفاظ عليه من خلال النهوض بأهداف الاتفاقية، وهو ما يحرص المغرب على الالتزام به منذ المصادقة على هذه الاتفاقية في يوليوز من سنة 2006، حيث يتوفر إلى حدود اليوم على 11 عنصراً مسجلاً بقائمة التراث غير المادي العالمي لليونسكو، آخره فن التبريضة الذي تم تسجيله خلال السنة الماضية. حضرات السيدات والسادة، إن المملكة المغربية التزاماً منها بالنهوض بالتراث الثقافي غير المادي تقوم بدور هام في حمايته، سواء عبر تعزيز ترسانتها القانونية في هذا المجال والمشاركة الفعالة في تنزيل مضامين اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي التي ساهمت في صياغتها أو من خلال العمل على إعداد قوائم جرد للتراث وجعلها إرثاً إنسانياً حياً انسجاماً مع روح هذه الاتفاقية. وفي هذا الإطار وقع المغرب على جميع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف منظمة اليونسكو في مجال التراث، وقام بملائمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما شاركت بلادنا في مختلف البرامج المرتبطة بالمحافظة على التراث، وساهمت في صندوق التراث الثقافي غير المادي. وفي سياق تعزيز العناية الخاصة التي ما فتئنا نوليها للتراث الثقافي وتفعيلاً لمضامين الاتفاقية، نعلن اليوم عن إحداث مركز وطني للتراث الثقافي غير المادي مهمته تثمين المكتسبات المحققة في هذا المجال. وفي إطار المهام المناطة به، سيقوم هذا المركز بمواصلة عمليات الجرد المنهجي للتراث الوطني في مختلف مناطق المملكة، وإنجاز قاعدة بيانات وطنية خاصة بذلك، وتنظيم تكوينات علمية وأكاديمية لتقوية قدرات الممارسين لتنفيذ تدابير الصون وتربية الناشئة والتعريف بأهمية التراث الثقافي، بالإضافة إلى تتبع نجاعة الآليات المعتمدة للحفاظ على العناصر المغربية المدرجة على قوائم التراث العالمي، وكذا إعداد ملفات الترشيحات الخاصة ببلادنا. وفي نفس السياق، عملت بلادنا على تنظيم ورشات وندوات علمية وملتقيات دولية وتظاهرات ثقافية من أجل الصيانة المستمرة للتراث الثقافي غير المادي وتثمينه، والذي نعتبره رمزاً للهوية وعنصراً أساسياً في ذاكرتنا، حاملاً لمبادئنا وقيمنا المشتركة، وقابلاً للنقل إلى الأجيال القادمة، كما تقوم بمبادرات هادفة للتكوين والتحصيل العلمي وتحسيس الناشئة بتلكم
القيم. ومن جهة أخرى، أطلقت المملكة المغربية عدة دراسات أنثروبولوجية بغية تحيين تصنيف التراث الثقافي غير المادي، وذلك في سياق المبادرات الرامية إلى تعزيز إشعاعه، فضلاً عن مجهوداتها الدؤوبة وتعاونها الوثيق مع منظمات يونسكو. ولا يفوتنا أن نؤكد بهذه المناسبة عزمنا الراسخ على الرفع من مستوى هذا التعاون، مؤكدين حرص بلادنا الدائم على الانخراط الفعال والمسؤول في العمل الدولي متعددي الأطراف المجتمعية. وهنا تكمن قيمة المحافظة عليه وتثمينه وصونه ليبقى مرجعاً للأجيال القادمة. ولا تفوتنا الفرصة هذا للتذكير بأنه من أجل رفع التحديات العديدة التي تواجه الحفاظ على الموروث الثقافي، يتعين على الجميع دعم كافة الجهود المبذولة في مجال النهوض بالبحوث العلمية وتشجيع الباحثين والمهتمين بحماية مكتسباتنا التراثية. وفي هذا الصدد ندعو لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف في مجال حماية التراث الثقافي غير المادي وتبادل التجارب والأفكار في سبيل صونه والبحث عن أنجع السبل لتربية الناشئة على أهمية تراثنا ومواكبة التحولات الرقمية والانخراط في تقديم محتويات رقمية قيمة تعرف بالتراث الثقافي بموازاة مع الحامل الورقي وغيره، فلكل منها أهميته في هذا المجال. ولنا اليقين بأن هذه الدورة تشكل فرصة سانحة أمام وفود الدول المشاركة والخبراء والمهتمين بالتراث الثقافي لبلورة رؤية علمية موضوعية والخروج بتوصيات وجيهة وفعالة تتوخى الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي وصيانته وتقديم خلاصات تساعد على تطويره والنهوض به. وختاما، نتمنى لكم جميعا كامل التوفيق والسداد مع مباركتنا لأعمال لجنتكم، مرحبين بكم مرة ثانية في بلدكم الثاني المغرب وبين أهل عاصمته مدينة الرباط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحرر بالقصر الملكي بالرباط في يوم 30 ربيع الثاني 1444 هجرية الموافق ل 25 يونيو 2022 ميلادية، محمد السادس ملك المغرب.